صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو المشروع للخاطب في النظر إلى مخطوبته؟ هل هو الوجه فقط أو ما يرى الرجل من محارمه من غير عباءة ولا خمار أي مكشوفة الرأس؟ لا بأس، يرى منها وجهها وكفيها ويرى شعر رأسه، لأنه قد يكون فيه عيب في شعر الرأس، فلا بأس أنه يرى شعر رأسها ويرى وجهها ويرى كفيها. نعم.